حيث كانت المنارة الحدباء شامخة يوما ما. هنا وبعد انقطاع دام لعدة سنوات يشهد ما بقي من الجامع النوري الكبير في مدينة الموصل أول صلاة تقام فيه بعيد الأضحى بعد دماره. اليوم تم صلاة العيد على أراضي وساحات جامع النوري الكبير بعد انقطاع 7 سنوات تقريبا. هذا الجامع يعتبر مركز هو لمدينة الموصل، كذلك مركز كان تجاري ومركز سياحي تقصده العالم كله، أهالي الموصل كلها تجي على هذا الجامع. وشهدت أول صلاة عيد في باحات الجامع المدمر إقبالا كبيرا من الأهالي الباحثين عن السكينة التي تخفف عنهم أو تنسيهم ما يمرون به من تحديات أمنية واقتصادية. أولاً سعيدين جداً بصلاة العيد في هذا المكان المبارك، جامع الكبير، رسالة كبيرة. دائماً نحن نتغنى في هذا الجامع، وأهالي الموصل لهم معزة كبيرة. هذا الجامع جامع نور الدين زنكي الذي بناه، المؤرخين يعتبروه هو الخليفة السادس اللي بنى هذا المكان. وكم مدينة نينوى، دائما نحن مدينة نينوى ومحافظة نينوى أنه هي تمرض لكنها لا تموت، رغم يعني الوضع الاقتصادي الصعب ورغم التحديات الأمنية. ولطالما ارتبط اسم مدينة الموصل بمنارة الجامع وجسد هويتها التي تحاول النهوض مجددا من تحت الرماد وتواجه مخططات تغيير معالمها ومحو تاريخها. نحن هنا اليوم في جامع الكبير أو ما يسمى بجامع النوري. كنا سابقا والحمد لله أهل المنطقة، وكان يقصد هذا المكان الكثير من أهل الموصل، لأنه جامع الكبير جامع النوري معلم حضاري وإسلامي وتاريخي. مبتهلين مكبرين تساموا على جراحهم ليجتمعوا هنا، حيث يعود التاريخ بهم إلى القرن السادس الهجري، حيث ما زالت آثار وظلال نور الدين زنكي حاضرة، وكأن أهل الموصل يستصرخونه باحثين عن زمن يشبه ذلك الزمن.